Thank you.
لا مين يا عمته الضعفوف هي ولا علاقته ويا عمته هو اكيد زين يعني ما سالت بس بروحها يعني عمته كل يوم يقول لها اخي الثاني السبت طريقة هذا بس هو صاير بروحه هو والولاد احنا اثنين ها عنده ولد واحد اعتقد تحت وهي جدته يعني عام باكر فوقهم الحين فوق في شفته ليلى وتحت الى واحد من فضل الله والعم اخوي اخوي مو اخوي عنده لو اذا شافوا في اي دوله لو تشتركوا ويانا في تحكوا من البلاد خلاص يفطرون يقول لها في السيارة ما تنوت منها الأبو يقول لها أنا آخذ بس الشاب أنت تأخذ عن هاي أنا بلد اللي انت عزلت فيها
Thank you.
Thank you.
هذا